السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا، واتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مزاقان بعنوان صباحية أولاية. رجعنا لهذه الصباحية إن شاء الله الرحمن الرحيم، كتكون يعني المدة ديالها قليلة ولكن كيكون فيها الفوائد ديالها، يعني اللي هي قيمة جد مهمة. عندي واحد الملاحظة الإخوان المواضيع، كنعرفوا بأن المولوع يعني في هذه الفترة هذه كي يعني كيكون تخلق عنده واحد الفرحة ديال ملي كيكون شي طوية رجعي عنده زوين، خاصة اللي غادي نهضر عليه اليوم هو الطائر ديال الميكستو، يعني الهجين ديال الحسون. لان الاخوان طريقه الاداء، طريقه الحفظ، طريقه المعامله ديال الميستو راه ماشي هي ديال المقنين. المقنين كتعامل مع واحد الطائر اللي هو الجينات ديالو، التكوين ديالو طبيعي، اللي كيتخلق من واحد النسل اللي كيتجمع فيه البو والام من فصيله واحده. ولكن الميكستو لا، فهو هجين، اي يعني شيء مهجن، اي مخلوق مهجن كيكون يعني خارج عن ما هو مألوف، يعني خاصك تتعامل معاه بواحد المعاملة اخرى، وخاصة المعاملة ديال التجربة ديال الناس اللي جربوا. فالميكستو الاخوان، كنلاحظ بعض الاخوان واللي جاني انا تكلمت على هذه النقطة هذه، كنلاحظ بعض الاخوان كيحطوا بعض المساته ديالهم باقيين صغار، اللي عنده 4 شهور، 5 شهور، 3 شهور ونص، مجرد ما كيبان ليه يجي زوين كيبدا يبارطاجي مع اصدقاء الناس الفيسبوك لعده عوامل. ربما المولوع كاين ليه الفرحه ديالو، ما كيدير حتى شي حاجه، كيبارطاجي وصافي. كاين اللي كيقول لهم انا كاين، احنا مولعين، راه كاين طيور، يعني كتختلف النوايا ديال كل مولوع. ولكن ما هو اللي خصو يدار، الشيء الاساسي اللي معروف خصنا نديرو، فهمتي؟ من الواجب علينا كل مولوع يدير الامور اللي هي لازمه باش ما يطيحش في بعض الاخطاء وما يضيعش ليه هذاك الطوير اللي فرحان به. وهضرنا على مسألة ديال العين، وانتم عارفين هذا الباب هذا. اليوم ما غنهضرش غير على العين، اليوم غنهضر على الطير انت كتخرج عليه. بمعناه الميستو طريقة الأداء ديالو ملي كيحفظ وكيبدي يأدي، المرحلة الأولى ديال الأداء ديالو كيبين لك يعني كيغرد كوريكتو عادي مزيان، كيوقف قليل بعد الخطرات اللي كيجو دوبل تشي، يعني دوبل ريمار. انت كتقول راه غادي يحيدها، او بعد الخطرات يعني كيدير واحد الاغروده اللي ما كاملاش، كيخلي لي زابيل محلولين ابيض، سواء بالتيرميناسيون ولا سين تيرميناسيون. المهم الشاهد في الباب انه الميشتو كيبان لك جي زوين. اللي خاصك تعرف ايوا المولوع، بان الميستو اذا مشيتي تطلقتي ليه وبدا غادي يفرض الوجود ديالو يعني في الساحه ديال التغريد، داك الريب يعني المكانه اللي ديال بشريه المصطلح، المكانه اللي هو فيها كيبغي يدوميني داك المكان اللي هو فيه. وانت في هذه اللحظه كتحل عليه، كتعريه، ما ملجموش، كطيح في المساء في اخطاء اللي غادي يثبت عليهم، اللي غادي يركب عليهم وما غاديش يحيدهم. لانه هو في المرحله الاولى اللي كيغني فيها كيأدي كيعرض فيها، خاصه ملي كيسمي كيمشي
شي اما غتمشي معاه وغتلجمو وغتخلي تجي غتجي واحد الريبيرتوار اللي كبيره وغتخليه يضرب ويحسب ويوقف، واما غادي دراع وما غتبقاش. بمعنى ميستو المرحله الاولى ديالو خليه مغطي وخليه في بلاصتو، ما تعريش عليه. الا بقيتي كتعري عليه بحال كتوجدو، راه الوجوديه راه ما كتجلاش غير في دوك يعني لي فيتامين ولا البريباراسيون ولا الجوش العمان، راه يقدر يوجد هو نفسانيا غير كتدصرو. الا دصرتيه بزاف وعريتيه وداكشي يقدر يفرض الوجود ديالو وغادي يخرج على يعني على داك التغريد ديالو الصحيح، يولي كيدير اونشيغي يدير لونشينمون، يولي كيدير رولمون، يولي يجيب كاع دوك العيوب التقنيه. ولهذا الاخوان نصيحه مني من اخوكم، خليو الفريخ في بلاصتو، يتعامل مع التويتر ديالو مره نطلق عليه. كان انا كنلاحظ واش الطير كيتجاوب مع التويتر ديالو ما كيتعصبش معاه، نخليه لانه كيفكروا في طريقه الاداء، كيفكروا هذاك التويتر داك الكلام كيفكروا حتى شي حوايج لما جابهمش. انت خليه يبقى بارد، يعني ما تاكسيتيش ما تخرجيش الوجود قبل وقته. وغتندم الا مشى تركب على دوك التغارير يعني العيوب التقنيه كيف ذكرت، نهار تبغي ترجعو ما غيرجعش. وغتسمى انت جاب لك الله واحد طوير زوين وما حافظتيش عليه في طريقه المعامله ديالك معاه. تحياتي لكم الاخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده.